الله عليكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم بين أصوات الفرح التي يبثها العيد، فأهلاً ومرحباً بكم، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة: عدن والمدن المحررة واقع لم يتحرر من بؤس المعيشة وتردي الخدمات، المرسم الحر الفن الناطق بلسان الوطن، مهندس يمني ينتج الديزل من زيت الطبخ. ومع قدوم عيد الأضحى المبارك تستمر الفعاليات والأنشطة نعرضها لكم في جولة إخبارية سريعة في هذه الفقرة، لنتابع. ضمن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد في العاصمة المؤقتة عدن، نظمت عدد من مدارس الفتيات دورات تأهيلية مكثفة لكادرها التعليمي. برنامج التدريب الذي امتد لأكثر من أسبوع هدف إلى إكساب المعلمات مهارات جديدة في طرق التعليم الحديث والإدارة الناجحة. العاصمة المؤقتة عدن ورغم مرور 3 سنوات على تحريرها تشهد تدهوراً خدماتياً من سيء إلى أسوأ في كافة المجالات. ما هي الأسباب والحلول المقترحة؟ قضيتنا لهذه الحلقة. رغم تحريرها من ميليشيا الإنقلاب في أواخر العام 2015، إلا أن العاصمة المؤقتة للبلاد وما جاورها من المحافظات المحررة لا تزال ترزح تحت واقع لم يتحرر بعد من بؤس المعيشة وتدهور الخدمات. أوضاع مزرية، شعب أتحمل حرب وقاسى وقاتل وضحى، نساء ورجال وأطفال أتحملوا كثير، وتوقعنا منهم أنهم يجازوا الشعب هذا، لكن للأسف كل واحد قرى بعد مصلحته، كل واحد قرى بعد قبيلته، كل واحد قرى بعد همه نفسه لوحده. أزمات متلاحقة تعيشها عدن والمناطق المحررة حالت دون تطبيع الحياة ومعالجة الاختلالات التي ليس أقلها انهيار الوضع الاقتصادي وتعثر العمل المؤسسي في كافة المؤسسات الحكومية. شغل فاسد، رمامة، كوليرا، مرض، كثاديف، لا مياه، لا كهرباء، لا رواتب، لا أي حاجة. المواطن يعاني من كل شيء، من كل شيء يعاني. الوضع اللي احنا نمر فيه والحرب الداخلية وانعزالنا على العالم، كل هذه أقوى ساعدت على تدني مستوى الفرد. أضف إلى ذلك يعني أن هناك أمور أخرى نسميها أو يسميها بعض الأشخاص بالدولة العميقة الموجودة هنا، والدولة العميقة هنا تلعب دور كبير ومؤثرة على زمام الحكم. لم تستطع الحكومة الشرعية منذ سنوات 3 النهوض بالواقع المشلول في كافة المجالات، فالتحديات تفوق الإمكانيات، والانقسام الداخلي ضعف من حالة لا استقرار وعزز من غياب الدولة. ما فيش حكومة هنا، هنا ميليشيات، هنا عبارة عن عصابة موجودة، وكل من حمل السلاح وكون مجموعة أفراد حكم، سواء كان في عدن أو غير عدن. الدولة هنا لا توجد بكل ما تعنيه الكلمة. عن أي دولة تتكلم؟ عن يعني هناك ارتفاع في الأسعار، هناك الدولار مرتفع، العملة بشكل عام مرتفعة، وانهيار عملتنا، إضافة إلى ذلك سعر يعني مرتبات الدخل، مرتبات الأفراد هي ثابتة. المشتقات النفطية في الوضع الحالي احنا مقبلين معدومة، الكهرباء مقطوعة، المجاري منتشرة في كل مكان، في كل زقاق من أزقاق عدن موجودة، في كل حارة من حارات عدن موجودة. عن أي وضع تتكلم عليه تمارسه الدولة؟ حتى اللحظة ليس ثمة انفراجة قريبة في المناطق المحررة تلوح في أفق المواطن الذي لم يعد بمقدوره تحمل حال وجده أتعس من حرب اكتوى بجحيمها قبل 3 سنوات. نرحب بالأستاذ عبد الحكيم الشعبي، مستشار محافظة عدن لشؤون المديريات. أهلا ومرحبا بك وكل عام وأنت بخير أستاذ عبد الحكيم. بداية، لا يخفى على أحد الوضع في عدن، في رأيكم كيف يمكن أن تستعيد عدن واجهتها أن تكون مرة أخرى كواجهة حضارية؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين. في البداية نرحب بقناة بلقيس، برنامج أهل المدينة، وأهلا وسهلا بكم.
بالنسبة لمحافظة عدن وما شهدت محافظة، نبدأ في مجال الخدمات التي هي أهم شيء في المحافظة بالنسبة لنا بعد الحرب حتى يومنا هذا. فمحافظة عدن عانت الكثير من جراء الحرب، إن لم يكن صفر في أي بعد الحرب بقت المدينة في مستوى الخدمات، ولكن بدأنا في تدريجيا واحدة واحدة من كثر الصعوبات التي واجهناها. لا شيء بعد الحرب في مستوى الخدمات صفر، في مجال المياه، في مجال الكهرباء، في مجال الطرقات، في مجال الصرف الصحي، في مجال الصحة، في كل مجالات الحياة. حرب دمر كل شيء. الفترة اللي أخذت فيها عدن نصيبها من الحرب دمر كل شيء، وبدأنا من الصفر. فالآن بدأنا الخدمات تعود تدريجياً، الآن تعتبر نسبة جيدة يعني من خلال 3 سنوات حتى اليوم هذا. وعدن منتظر المزيد أكثر من كذا، ولكن نعم. نظراً أستاذ عبد الحكيم، في الوقت الذي أنت ترى أن هذه نسبة جيدة، الكثير يرون بأن المدينة تتدهور ووضعها يزداد سوءاً. كيف يمكن أن نعمل على التنمية المستدامة أو ننمي الموارد وننمي عدن، يعني نعيدها إلى الواجهة من جديد مثل ما ذكرت لك بداية اللقاء؟ طبعاً قلت لك يعني بالتأكيد أنتم ترون أن الوضع الآن لا يكفي. طبعاً، لكن أنا أقصد لك أن أو كمحافظة أو كالجمهورية بشكل عام، الحرب دمر كل شيء، وإمكانيات بسيطة الدولة للموارد وإمكانياتها. في خلال 3 سنين بدأت تطبع الحياة يوم بعد يوم. ما كانت عدن اليوم زي ما كانت قبل 3 سنوات. اليوم لا بأس تدريجياً يعني الخدمات تعود. إذا كانت في البداية كانت الكهرباء تنطفي لها 6-7 ساعات، اليوم في هذه اليوم اللي أكلمك فيها يعني تنطفي ساعتين، تستمر 5-4 ساعات. في المجال المياه، إنه المياه شغال. كان أنا يمكن ظليت في عدن طول فترة الحرب وبعد الحرب. خور مكسرة هذه اللي نحن اليوم فيها لن يجد فيها أي خدمات بعد الحرب مباشرة. مظلمة قرية، لا فيها كهرباء ولا مياه ولا مطار ولا صحة ولا مدارس ولا أي شيء، ولا حتى بقالة فيها. اليوم فضل الحمد لله يعني الإنسان مهما في صعوبات تواجه الدولة بشكل عام، موارد الدولة ضعيفة، الإمكانيات لا شيء، ولكن بفضل توجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء ودول التحالف منها والمنظمات دعمت المحافظة، الشيء اللي نطمح أنه أكثر، لكنه لما يكون هين اللي الآن توفر للمواطنين. هل ترون أن ذكرت المنظمات، هل ترون أن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص كذلك لهم دور في دعم المحافظة والنهوض بعدن؟ طبعاً، المحافظة والقيادة السلطة المحلية لن تستغني عن المنظمات والقطاع الخاص. طبعاً في تشاور، في لقاءات، لكن قلت لك طبعت الحياة، بدأت المنظمات تشتغل، منظمات المجتمع المدني تشارك معنا، القطاع الخاص بدأ ينمو يوم بعد يوم، ونحن نأمل إنه يتطور هذا الشراكة ما بين القطاع الخاص والمنظمات المجتمع المدني والدولة وقيادة السلطة المحلية، ولكن لازلنا نطمح أكثر فأكثر رغم الصعوبات. في رأيكم اليوم على أرض الواقع، ما الذي تحقق من إنجازات خدمية على مستوى الخدمات، وما الذي يعني مخططون له أن يتحقق في المستقبل؟ طبعاً الخدمات يعني دي شجون مصاعب كثيرة فيها، لكن تحقق شيء الجيد قلت لك أنا بالنسبة في مجال الكهرباء، بالنسبة في مجال الطرقات، في مجال الصرف الصحي، في مجال النظافة، يعني شيء جيد بالنسبة للظروف اللي عانت المحافظة من جراء الحرب من ضعف إيرادات الموارد الدولة والمحافظة في هنا. ولكن مثلاً إذا ذكرنا الصرف الصحي، عدن كانت بعد بعيد الحرب يعني المجاري ليست فيها سيئة إلى هذه الدرجة، اليوم المجاري طافحة في كل مكان في كل المديرية. بقول لك ليش، شوفي بقول لك نحن أول مرة الآن كثافة النازحين للمحافظة بشكل كبير. الشيء الثاني أنه المعدات والإمكانيات لا زالت شحيحة، والصرف الصحي شبكة قديمة ما هي شبكة حديثة، يعني في حضور هنا وحضور هنا، لكن برضه الإمكانيات لا زالت ضعيفة، ورغم إمكانيات الدولة قدمت لنا كثير رغم إمكانياتها البسيطة يعني في مجال الصرف الصحي بالذات. فحتى آخر مرة الدولة دعمت في مجال شفاطات، في مجال المولدات، في مجال هذا بمبلغ كبير عشان تحسن الصرف الصحي، لكن في هناك تحصل هنا وهناك جرى انسدادات، جرى معاناة، جرى عمل تقريبي يكون من أي جهة كانت، هذا يفيض في الصرف الصحي. لكن نأمل نحن ونتابع شبه يومي شبه مستمر بتوجيهات من الرئاسة، بتوجيهات من القائم بالأعمال،
أنه تتحسن الخدمات يوماً بعد يوم. كيف تقيمون العمل المؤسسي في المؤسسات العامة بشكل عام؟ العمل المؤسسي نفس الشيء، قلت لك برضو يعني أغلب مؤسسات الدولة في بعد الحرب مباشرة كانت جزء منها كلها خرابة، في تدمير وفيها من أنها تشرد وفيها من، لكن بدأت تعود تدريجياً، وبدأت الآن المؤسسات الفعالة لتراقب الأداء المرافق الحكومية بالذات، سواء كان الجهاز المركزي، سواء المالية تشتغل، سواء الخدمة المدنية، سواء المرافق الأخرى، فبدأت تطبع الحياة وتعود الأعمال فيها بشكل جيد. ذكرتم موضوع المراقبة، هل ثمة آلية رقابية تعمل فيها المحافظة؟ طبعاً المحافظة قلت لك هي أول ما بدأت في المحافظة في العمل هي إدارة السلطة المحلية، ولا زال عندنا الرقابة في المحافظة في كل مستوى الخدمات، عندنا نزول شبه يومي، وعندنا إشراف مباشر من الأخ القائم بالأعمال والمحافظ السابقين أن الخدمات هي للإنسان في محافظة عدن أهم من كل شيء، رغم القصور قلت لك في بعض الجوانب، وهذا نتيجة معروفة للطبيعة للحرب. جوانب مثل ماذا يعني القصور؟ يعني في عندنا نحن أقول لك أنه في ضعف في الأداء الأمني، نظرا للتداخلات، نظرا للإشكالات اللي حاصل بعد الحرب، نظرا إلى تطبع الحياة بشكل كامل، إلى الآن لن تكون هناك قرار واحد سيادة واحد، هنا من ما عاقنا صراع سياسي دائر، يعني لا يزال دائر في البلد، لا دائر يعني من كل الاتجاهات، ولكن القيادة السياسية والمنظمات والدولة وكله يعمل على لملمة وإعادة أوضاع الحياة في عدن إلى طبيعتها وأفضل، يعني لأنه تعرف محافظة عدن هي محافظة قديمة منذ الأزل، مدنية حضارية تقدمية، وهذا كل من يطمح فيها أنه يشوف الأمن، يشوف الاستقرار، يشوف النظام، يشوف القضاء، يشوف كل شيء موجود، لكن تتبت الوضع الآن أفضل مما كان عليه طبعاً بعد الحرب، وأنتم عايشين هنا كيف كان الوضع، يعني اليوم الوضع يعتبر جيد، ولكن ما اكتمل الطموحات اللي نطمح لنا أو المواطنين، ولكن نعمل بوتيرة عالية على أن نتحقق كل شيء في المحافظة. كيف ترون الميزانيات التشغيلية وآلية التشغيل في المؤسسات الحكومة اليوم؟ طبعاً الدولة دعمت ميزانية التشغيل للمرافق، ولكن في قلت في هذه الحدود الممكنة للدولة رغم ضعف الموارد، إلا أن دعمت وقدمت الموازنة التشغيلية ورواتب الموظفين، ولا زالت في عندنا خطط وبرامج لدعم من الدولة في مجال الخدمات بشكل أكبر، وقدموا لنا تسهيلات كثيرة ما ينكرها أي واحد في مجال الخدمات بالذات. يعني اليوم المواطن يشتكي من رداءة الخدمات كما ذكرت لكم أستاذ عبد الحكيم، لو تشرحون لنا وللمواطن أيضا باستفاضة أبرز التحديات التي تقف أمام المحافظة. المواطن من حقه أنه يطلب خدمات جيدة ممتازة يعني، ومن حقنا نحن نعمل للمواطن، لأن احنا جينا هنا لنعين ونستعين ونقدم خدمات للمواطن، ولكن في حدود الإمكانيات المتاحة لنا الدولة، والآن الدعم لم يجي الدعم الكافي من دول التعاون ولا الدول الصديقة في الإعمار بالذات، تعرف أن المحافظة دمرت بشكل كامل في البنية التحتية، في الخدمات، في المباني، في المؤسسات، ولكن نعمل بقدر استطاعة الإمكانيات الموجودة لدينا، ولدينا خطط جاهزة، ولدينا طموحات استراتيجية، وفي مجال الخدمات احنا الآن هناك توجيهات من الأخ رئيس الجمهورية بعمل محطة 264 ميجا في الحسوة، والآن العمل جاري على قدم المساق في إنشاء المشروع في خلال هذا العام على أن تتحسن الكهرباء بشكل ممتاز وليس بشكل جيد، والانطفاءات الناس تحلم أنه ما في انطفاءات، ونحن نتمنى كمان من المواطنين أنه يبادروا في دفع الفواتير عشان تعين المؤسسات هذه، لأنه إلى اليوم يمكن لا مؤسسة المياه ولا مؤسسة الكهرباء ولا صندوق النظافة تستلم إيرادات التي تحصلها من المواطنين، وهي معتمدة أساساً على هذا، مستقلة مالياً وإدارياً، ولكن الدولة الآن تدعم الرواتب، تدعم قلت لك رغم شحة إمكانيات الدولة، ولازلنا ننتظر برضو من الدول الصديقة والدول الشقيقة أن تقدم يد العون بالذات في محافظة عدن في مجال الخدمات، خدمات كبيرة، واليوم المحافظة كل النزوح فيها أغلب المحافظات المجاورة لعدن. ما رأيكم بملف السياحة؟ ماذا عن تفعيل المنشآت السياحية مرة أخرى؟ هناك منشآت سياحية اليوم تدمرت، منشآت سياحية تم السطو عليها كذلك، وهي كانت إلى وقت قريب واجهة سياحية بالنسبة لمحافظة عدن. والله كنت أنا أتمنى أن يكون هذا السؤال وزير السياحة، لكن في إطار اختصاصنا ما أقول لك، يعني نحن إلى الآن لم نبدأ بالإعمار في مجال السياحة برغم إمكانيات ظروف الدولة، ومنتظرين قلت لك أن يجي صندوق للإعمار نعيد السياحة ونعيد المباني ونعيد المرافق التي تكسرت
ونعيد كل شيء في المحافظة مشان يصير جمال أجمل للمحافظة في السياحة، في التنمية، في الخدمات، في الأمن، في كل شيء. ولكن قلت لك تطبعت يوما تدريجا، فنتمنى من الصناديق والمنظمات والدول تدعمنا في مجال السياحة لنعيد هذه الفنادق، لأنه اليوم نحن يلا في إمكانيتنا البسيطة والمحدودة من الدولة نعيد خدمات، نعيد مرتبات للناس، نعيد الأمن اللي هو أهم درجة في البلد هو الأمن. وإذا تحقق وتثبت الأمن في كل شيء أنا متأكد أن الأمن مترافق بالاقتصاد مترافق بالخدمات. ذكرتم بأن هناك كان دعم من قبل القطاع الخاص، دعم من قبل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني. بالنسبة للدعم الذي تتلقونه من المواطنين، كيف تقيمون اليوم دور المواطن في دعم المحافظة ودعم الخدمات أيضا بشكل عام؟ هو قلت لك الدعم بالنسبة في مجال الخدمات لم نلتقيها من القطاع الخاص في المحافظة إلا ما كان يسير جدا، ولا المواطنين عندهم حاليا يشكو كل واحد هم يدفع تساعده في دفع فواتير كهرباء أو مياه أو أي كان. ولكن قلت لك نحن نتمنى، يعني أنتم ترون بأن المواطن أيضا مقصر في دعم؟ طبعا أنا. هذا المواطن جزء هو من هو الدولة هي المواطن، فالمواطن يجب عليه برضو أن يدفع حتى لو جاب في مجال الخدمات اللي توصل له. لكن إذا أقول لك أنا المؤسسات المرافق لن يستلموا أي فواتير الآن يمكن ولا 5% من الاستهلاك، لا في مجال الصرف الصحي ولا مجال المياه ولا مجال الكهرباء ولا مجال صندوق النظافة. لو تحدثنا وربما نخرج خارج دائرة اختصاصكم حضرة المستشار، ماذا عن لو تحدثونا عن ارتفاع المشتقات النفطية وأحيانا انعدامها، كذلك ارتفاع مستوى الدولار يوما بعد آخر، تدهور العملة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، كيف يؤثر هذا الأمر سلبا على الأوضاع؟ شوفي قلت لك أنا أول بكلمك كمواطن قبل ما أكون مسؤول في السلطة المحلية. طبعا المشتقات النفطية هناك يعني أغلى عالمي أول قبل ما يكون محلي. الشيء الثاني الدولة فتحت في الأيام الأخيرة المجال للاستيراد المشتقات النفطية لأجل تساعد في الأسعار، والدولة تدعم بقدر الاستطاعة أن يكون البنزين في مجال محدود في قيمة الدب الآن عندنا في حدود 6600، تمام؟ رغم أنه هو مرتفع عالميا يعني ما هو إلا في اليمن. في الجانب كذا الدولة قلت لك موارده شحيحة أن تدعم المجال النفط اليوم عشان ترجع البترول إلى 3500، والدول النفطية هي نفسها من رفعت كمان البترول. ولكن نحن نتمنى أن الإيراد ذات الدولة وصادرات الدولة والدولة يعيد إلى طبيعتها حتى تتم توقف تدهور العملة. العملة اليوم ترتفع وسبب إيش؟ سبب عندنا قلت لك قلة الإيرادات والصادرات وهذا. لا يمكن العملة تتوقف بقرار سياسي في حد معين وأنت لا يوجد عندك لا صادرات ولا إيرادات ولا أي شيء تطبع. وفي نفس الوقت نتمنى من الدول تدعمنا في هذا، لأنه نحن لا زلنا في حرب، ما هو قد نحن الحرب انتهى عندنا لا، ولا أنه في المحافظة لا يوجد في حرب يكون بعيد عن المحافظات الثانية. اليمن بشكل عام لا زالت في حرب، الحرب تعرف أنت يدمر كل شيء في البنية الاقتصادية، في البنية السياسية، في البنية الأمنية، في البنية التحتية، كل شيء. يعني في رأيكم من يتحمل مسؤولية تدهور الوضع بشكل عام؟ إذا تحمل أنا أحمل الحوثيين بشكل عام، لكن حاليا قلت لك نحن الدولة تبذل قصر جهدها كل إمكانية أن تعيد خدمات. والخدمات الآن مش الدولة مسؤولة فقط على محافظة عدن، عندك في محافظات لازم اليوم نحن في خلال يمكن أمس سمعتم من الدولة وصلت رواتب إلى الحديدة، فما بالك الناس أهم شيء الآن تطلب كيف تحصل رواتبها، وفي نفس الناس المواطنين في محافظة عدن تطلب خدمات، المحافظات الثانية تطلب كيف توصل لهم يعني الغذاء. فكل ما يدهور بسبب الحرب، إذا وقف الحرب بشكل عام في اليمن أنا أعتقد أن الدولة بتعيد عافيتها والمواطن بيستفيد بكل شيء ويلمس التقدم اللي بيحصل. إذا كان وجد الأمن والاستقرار وانتهت الحروب هذه اللي دخلونا فيها ونحن في غنى عنها كان الوضع ثاني. نعم. أما اليوم لازلنا في حرب قائم، فطالما الحرب قائم توقع كل شيء يزيد. نعم، أنت تقصد بأن على المواطن أن يعي بأن عدن هي صحيح أنها منطقة محررة وهناك مناطق محررة، ولكن الدولة هي أكبر من ذلك ولا تزال هناك حرب دائرة في الجمهورية اليمنية بشكل عام. طبعا لأنه هي شوفي عدن الآن حاليا هي العاصمة المؤقتة لليمن، ولكن لن تكون عدن بعيد عن الحرب. الحرب في أطراف عدن عادة في المحافظات الثانية، في تعز، في لحج، في لحج، في أقرب المحافظات، في أبيان بالحدود، فهذا يأثر على عدن، وعدن هي جزء لا يتجزأ من اليمن.
لا يكون في بعيد عن اليمن عشان نقول عدن فيها كل الاستقرار. الخدمات الثانية والإيرادات هي من كل المحافظات أوقات وليس من عدن. الدول المحافظات التي كان فيها الإيرادات إلى اليوم بعضها لن تستفيد من جراء الحرب، سواء كان في مارب أو في حضرموت بالدرجة الأساسية. ولكن نتمنى ونتمنى أن تدور ومقدم تهاني للدولة وللشعب اليمني ولقيادة البلد، كل عام وأنتم كمان بخير، أن يعود علينا والبلد قد لا يوجد فيها حرب ويوجد فيها اقتصاد وتنمية وأمن واستقرار علشان يرخى المواطن هذا ينعم بالرخاء. نعم إن شاء الله. أما في ظل هكذا أعتقد بتظل المناقصات في كل محافظة في كل المجالات، لكن طالما تبت الأمن وانتهى الحرب هذا أنا متأكد أنه كل شيء بيعود إلى طبيعته وأفضل. المواطن يشكو من ارتفاع الأسعار المتزايد، لو تقولون رسالة للمواطن للتخفيف من الأعباء الواقعة عليه إزاء ارتفاع الأسعار. والله قلت لك أنا وكلنا يعني أعتقد من رئيس الجمهورية الأسعار يشعر بهذه الحرقة والحرافية ارتفاع الأسعار فيها على المواطن وكاهل المواطن بشكل عام في الجمهورية. لكن قلت لك أنا ظروف البلد إيش اللي فيه، يعني الدولار ارتفع، مواردنا شحيحة جدا بسيطة، المساعدات لم تقدم بالشكل المطلوب إلى اليوم هذا من الدول عامة كماشلة دولة صديقة والدولة الشقيقة. فهناك الدولار كل ما ارتفع كل ما رفعوا الناس، وفي منهم قلت لك برضو من لا يخاف، سواء كان من المستثمرين سواء من رجال الأعمال سواء من التجار برضو أسعار مبالغ فيها. في الوقت نفسه رواتب المواطنين لم ترتفع، فهي يعني على ما عليه. أنا أعتقد قلت لك أنه لازم الدولة بتعيد النظر في رواتب الموظفين، وكان هناك توجهات من الحكومة ورئيس الدولة أنه لازم إعادة النظر في أجور الموظفين، خاصة اليوم مع تدني بسبب ارتفاع صرف العملة. أسوة مثلا ببلدان مثلا أخرى على سبيل المثال لبنان، لماذا لا يتم صرف الرواتب بالدولار؟ أي كلما ارتفع الدولار فإن المواطن يستطيع الحصول على السلع والخدمات بشكل عام براتبه. هو قلت لك احنا لا يوجد عندنا دولار عشان نغطي الرواتب بالدولار او المواد حتى المستهلكه الذي الاساسيه بالدولار، فكيف نغطي رواتب الموظفين بالدولار وانت في دوله فيها حرب لا زال قائم؟ الدوله لا زال لا فيها موارد عشان نحن. قلت لك عاد نذكر طبعا دول التحالف وفي مقدمتها المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات، على الاقل السعوديه يعني طرحت لنا وديعه 3 مليار دولار على تبقى العمله في حدود المعقول، لكن ما في مواردنا تغطي هذه كل النفقات بالدولار، وهذا شيء معروف قلت لك. وهو جراء الحرب يعني دمر كل شيء في اليمن. اليمن تعتبر الآن جزء لا يتجزأ كل المحافظات من ما هو ساير فيها، لا يوجد إيراد للدولة، لن حتى يرجع 20% من إيرادات الدولة لليوم، ولهذا ارتفعت الأسعار وفي ارتفاع أسعار عالمية غير في اليمن. لكن مجرد الدولار المواطن يشعر به، كل ما ارتفع الدولار رفعوا الناس السعر. لكن أتمنى أن تطبع الأوضاع والدولة تبسط نفوذها في كل اليمن على أن ترجع الإيرادات والصادرات وتحسن إيرادات الدولة ودخل الدولة يتحسن دخل المواطن والموظف. لكن إذا لا يوجد إيراد مع الدولة ولا استقرار ولا كيف بيتحسن الوضع؟ هل يتحسن الوضع في حرب؟ لا يمكن. كيف تقرأون مستقبل عدن واليمن بشكل عام؟ خلينا نتفائل إن شاء الله. أنا متفائل جدا أنه مستقبل عدن يكون زاهر إن شاء الله بتعاون الكل في محافظة عدن من المواطن للمسؤول للدولة كل شيء، ترجع الأمور إلى طبيعتها. وأتمنى بشكل عام لليمن الأمن والاستقرار والرخاء والتقدم، وينعم زي أي مواطنين في العالم بالأمن والاستقرار والرخاء حتى يشعر المواطن. وأهم شيء قلت لك إذا شعر المواطن في اليمن أنه تطبع الأمن والإيمان فيها في كل شيء بيجي. إذا الأمن مش موجود وحرب هذا اللي هو اللي يسبب كارثة للبلد. وأتمنى من الله أن يجي العيد القادم ونجري مقابلة قد أوضاع في اليمن بشكل عام تحسنت إلى الممتاز وانتهت الكارثة اللي حلت بنا واللي تسبب فيها الحوثي وميليشيات الحوثي بهذه الكارثة إن شاء الله. رسالة أخيرة تحبون توجيهها من خلال هذا اللقاء؟ الرسالة الأخيرة أولا هني الشعب اليمني وقيادة البلد بقيادة الأخ الرئيس عبد ربه منصور رئيس الدولة عبد أحمد عبيد بن دغر وكل أفراد الشعب اليمني بالتوفيق والنجاح، وكل عام وأنتم طيب. وأتمنى أن أرى بلدي قد خرجت من إطار هذا الكارثة الذي حلت به الحرب وتنعم بالأمن والاستقرار ونشوف تقدم الرخاء. 3 سنوات
تحمل المواطن فيه ما لا يتحمل أي مواطن في أي دولة أخرى إلا الشعب اليمني حبا للبلد هذه. وأتمنى التقدم والازدهار، وشكرا لكم في قناة بلقيس وعلى برنامج أهل المدينة، وأهلا وسهلا بكم، وتحياتي لكم جميعا وللطاقم. الأستاذ عبد الحكيم الشعبي مستشار محافظة عدن لشؤون المديريات، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. حكايتنا اليوم عن فنانين تشكيليين يبدعون بريشتهم وألوانهم الخلابة، يجتمعون جميعا تحت اسم المرسم المفتوح، لنتابع. بأنامل المبدعين من هواة الفن التشكيلي، تشكلت ملامح المرسم الحر في مدينة عدن لترتسم معه صور الجمال كدرة باسمة في بيت الفن العدني. منذ تأسيسه وعلى مدى سنوات طويلة، والمرسم الحر يستهوي محترفي الفن التشكيلي بكافة ألوانه الجمالية التي لا تتشابه ولا تتكرر إلا في إضافة معان جديدة للحياة. طبعا المرسم الحر هذا يعني كان المنبر الإناري لمحافظة عدن، وكان يعني أكثر الناس تعلموا الثقافة البصرية من داخل طبعا المراسم الحرة هذه والجاليريات موجودة في العالم كامل. فنحن بغض النظر عن الصعاب الذي يعني قزعنا فيها في الفترات الكثيرة هذه، ف يعني حاولنا ان احنا يعني نبقى ثابتين. بفرشاة وألوان يوثق بيت الفن العدني تاريخ المدينة وجمالها، يمزج بين الماضي والحاضر بأسلوب واقعي في التعبير، مصوراً الحياة الاجتماعية بكافة تنوعها ومظاهرها. لوحات فنية تزين المكان ومهارات إبداعية تختصر الزمان، عبر من خلالها الفنانون عن صور الحياة المتنقلة ما بين حال وحال، مبرهنة على الشعور الأعمق بالمعاناة ومجسدة صور التنعم والرخاء. فنان تشكيلي يحتاج إلى حالة مستقرة، أو استقرار نفسي، أو استقرار يعني حتى مادي. ما وجدناش حال استقرار لا مادي ولا نفسي ولا يعني من الدولة ولا من أي مكان ولا من أي جهة من الجهات. فهذا عملنا إحباط، لكن فوق هذا الإحباط وفوق هذه المعاناة يعني توجد الإبداع. كان في أول فيه تشارك في معارض خارجية، تشارك في معارض داخلية، يعني تجدد ثقافتك، يعني توسع ثقافتك البصرية. الآن ما فيش أي كلام، هذا كل الكلام هذا يعني انتهى من بعد الحرب هذه، انتهى كل شيء. هذا الزخم من النشاط الثقافي في فناء المرسم الحر مهد لتأسيس اللبنات الأولى للفن التشكيلي في عدن، بعد أن ظل منذ خمسينيات القرن الماضي بيت الاحتراف لهواة هذا الفن المعبر عن الواقع المحيط بأدق تفاصيله. المرسم الحر عصر التمدن الحديث دون أن يزيل معالم الماضي الجميل لمدينة عدن، ليبقى ما صوره المرسم أصدق ما نقلته عين الفنان للتاريخ والأجيال. الآن نحن جماعة روح الفن، سمينا نفسنا 10 فنانين، سمينا نفسنا جماعة روح الفن، فنحاول أن نحيي الفن داخل عدن.
يعني نقيم بعض المعارض، نقيم الأشياء، نقيم كذا شخصية. ليش؟ لأنه مش الدعم. كان أول يعني مثلاً في مبلغ محدد للفن المرسم الحر خاصاً، كان مبلغ يعني تقول شبه محترم. الآن أصبح يعني هذاك المبلغ أتقلص إلى النص أو الربع، ويقول لك اشتغل. هذا ما يكفيش الموظفين حق المرسم مدة الشهر كامل 40,000 ريال ولا 50,000 ريال، ما يكفي يومش فوق هذا. وهذا أنه يعني بعض المكاتب في عدن لا توجد فيها أي ألوان للفنانين المحترفين، تضطر أنك تشل ألوان من خارج. إذا في واحد معك من أي دولة أخرى يجيب لك ألوان ولا أي حاجة، هذه معاناة شديدة جدا. من خلال هذا المرسم الحر استطاع الفنانون التشكيليون إيصال رسائلهم بلوحات هادفة كانت خلفها هواجس كبيرة للحفاظ على إرث وطن يسير في سباق مع الزمن. رغم أن الزمن لم يكن منصفاً مع الفنانين التشكيليين في عدن، إلا أن أعمالهم لم تتوقف، فهم وحدهم من ترى أحاسيسهم بيضاء دون التمعن في نقاطها السوداء. تميز بالذكاء والقدرة على الإبداع، فابتكر طريقة لتحويل زيت الطبخ إلى مواد وقود. إنه الحاصل على المركز الأول معرض العلوم للاختراع والإبداع، المهندس كامل عبد المجيد. عاش كامل عبد المجيد طفولة مميزة، منجذبا إلى ابتكاراته الخاصة والتي كان يصنعها من الورق. وبعد تخرجه مهندسا في مجال الميكانيك من جامعة عدن، بدأ التفكير في كيفية الاستفادة من زيت الطبخ لإنتاج الديزل، فكان له الأسبقية عربياً في هذا المشروع الحيوي. من صغري أحب الأمور يعني أعملها بطريقتي، في التركيبات، في الصناعات، في حاجات الأعمال، في صغري الورقية الكرتونية أحب أصلح حاجات كذا. فالحمد لله يعني مع تطور الوقت كنت أحب في الكهرباء، أحب في الميكانيك، أحب في الحاجات هذه. كملت الثانوية العامة، لقيت فرصة والحمد لله دخلت كلية الهندسة قسم ميكانيك عام، وهذا المجال اللي من طفولتي وأنا أتمناه، بحكم أنه الميكانيك العام إنتاج ومصانع يعني مجال مفتوح جدا. هو مش فقط متخصص في مجال ميكانيك سيارات، أو مثل ما بعض يظن ان الميكانيك العام فقط ميكانيك سيارات، لا، هو مجال مفتوح جدا لانطلاقه واسعه في الحياه. والمشروع اللي عملته انا في نفس اختصاصي، يعني انتاج الديزل الحيوي في نفس اختصاص ميكانيك عام انتاج ومصانع. تحصل على دعم من قبل احدى المنظمات المهتمه بتمويل مشاريع الشباب، ساعده في تأسيس معمل خاص، ونجح من خلاله في إنتاج أول كمية من الديزل الحيوي عن طريق استخدام زيت الطبخ. بعد تخرجي من الكلية 2014 قامت الحرب للأسف. انعدم الديزل والوقود البترول وغيره بشكل شبه كلي. في 2016 بعد انتهاء الحرب رجعنا لعدن. بعد رجوعنا لقيت فرصة مع احدى المنظمات اللي هي صناع النهضة والصندوق الانمائي للأمم المتحدة. كان في برنامج كده شبابي، شباب وبنات للحفاظ على النظافة وبيئة عدن بالتحديد معلة. اختارونا واحد من أفضل الشباب القائمين في المشروع هذا. وبعد المشروع هذا دخلوا نحن دورة وكمان اختيار مشاريع، فطرحت مشروعي كاسم إنتاج ديزل حيوي أتمنى أسويه. دخلونا في دورة مكثفة لإدارة المشاريع الصغيرة وكيفية إنشائها.
الحمد لله مننا كنا أربع مجموعات من أصل عدة مجموعات سابقة، اختاروا نحن أربع مجموعات، بعد الأربع مجموعات اختاروا اثنين مجموعات، مجموعتي وأنا كنت قائد عليها، ومجموعة أخرى في موضوع مجال الخدمات العامة. الحمد لله مشروعي هو اللي تم اختياره، وذهبت المرحلة الأخيرة اللي هو آخر تدريب في إدارة المشروع والأمور المحاسبية. بعد ذلك مولونا بمبلغ قدره $5,000. أنشأت المعمل يعني بأقل التكاليف الممكنة، لكن الحمد لله قام المعمل وغلقتنا $1,000، فكلفنا المعمل $6,000 مع قدرة إنتاجية 2000 لتر أو 10 براميل في 6 ساعات. الحمد لله قدرت هذه الأيام أشتري المواد، وفرت المواد كلها مع مختبر صغير لفحص جودة المنتج، وقمت بإنتاج 5 براميل بالتحديد 1065 لتر. طلع عندي منتج ديزل حيوي وبمعمل، طبعا مش بطريقة تقليدية أو غير صحيحة، يعني معمل بمواصفات عالمية. الحمد لله أنتجت الكمية هذه، فحصتها في المختبر حقي وطلعت المواصفات يعني الحمد لله من الدرجات الأولى جدا. حصل المهندس كامل عبد المجيد على المركز الأول في المعرض الوطني الأول للاختراعات في يناير 2018، ظنا منه بأن هذا النجاح سيدفع مشروعه إلى مراحل متقدمة، لكنه أصيب بخيبة أمل لأن الجائزة لم تكن عند المستوى المطلوب حد وصفه. حصلت على الجائزة الأولى اللي هي 1,000,000 ريال يمني. في ذاك اليوم كان صرف الدولار 470-480، المليون تقريباً 2,500 أو $2,000 في ذاك الوقت، يعني في يناير 2018 يعني كأنهم عطولي $2,000، بينما الصندوق الإنمائي أعطانا $5,000، أنا غلقت من عندي $1,000 $6,000 عشان أنشئ المعمل بأقل التكاليف. طيب عشان أدخل المرحلة الثانية اللي هي المرحلة الاستثمارية حسب دراسة الجدوى والدراسة التفصيلية، معتمدة من الأمم المتحدة، معتمدة من منظمة صنع النهضة، معتمدة من جامعة عدن، معتمدة من جهات كثيرة، دراسة الجدوى المالية والإدارية، يكلف تقريبا أقل حاجة $40,000-$50,000. طيب الجائزة الأولى على مستوى الجمهورية في الاختراع والإبداع تساوي $2,000 أو 1,000,000 ريال يمني، إيش بتعملني؟ فللأسف يعني المعرض حلو جدا وفيه مشاركين كثير وفيه داعمين كمان كثير، لكن مستغربين على الجائزة. جائزة 1,000,000 ما أعتقد ما تسوي لأبسط مشروع، يعني لو واحد يتمنى إنه يعمل مشروع دباب سواق الدباب ما يقدر. الدباب يكلف $4,000 تقريبا 2,000,000، أبسط مشروع، فما بالكم بالمشاريع الإبداعية اللي تخدم الوطن والاستثمار الوطني. فمليون ايش تسوي؟ بعزيمة لا تلين يسعى المهندس كامل إلى استكمال مشروعه، مقاوما في سبيل ذلك كافة العراقيل والصعوبات التي اعترضت مسيرته، ليس أقلها اقتحام منزله من مسلحين مجهولين وتعرضه للتهديد في محاولة على ما يبدو لإجباره على بيع فكرة مشروعه أو التخلي عنه. أملي بالله كبير، بيجي يوم بنجح ومستمر، مستمر دراسة الأبحاث حقي، يعني في مشاريع أتمنى أسويها، بس طبعاً بعد المشروع هذا في مشروع ضخم جداً على مستوى دولة، يعني لو بدأت المشروع هذا مرحلة أولى لمدة سنة وانتاجت واستثمرت فيه أقدر أدخل في استثمار مع الدولة في حاجة اسمها مايكرو إلجي برودكشن. هذا مايكرو إلجي برودكشن هو إنتاج زيوت طحالب تدخل في إنتاج الديزل الحيوي، تعتبر أفضل إنتاجاً من الزيوت الطعام الأخرى اللي تدخل في إنتاج الديزل الحيوي. يعني قلت لكم أنا مش محبط، إنما الموضوع مغلق في الوقت الحالي،
لا يسمح لنا الوضع ان احنا نتجاوز المرحله الاولى، المرحله التجربه والدراسه الجدوى تمت، دحين نشتي ندخل في موضوع الاستثمار، محتاجين لدعم مالي، محتاجين لحاجه ثانيه اللي هي الميثانول، واللي هي تقريبا في الوقت الحالي ممنوعه من دخول الميناء. يخشى كامل عبد المجيد ان يفقد مشروعه في ظل الاهمال الذي لقاه وتقصير الجهات المختصه في دعمه والاستفاده منه، ويسعى للحصول على فرصة للاغتراب خارج الوطن هروبا من الوضع الذي لا يشجع على الاستثمار ولا يساعد على النجاح. في الوقت الحالي أتمنى أخرج من البلاد، لأنه اللي شايفه مهددنا، ما فيش جهة بتتبنى أو بتحمينا. بعد ما أخرج أشتي أسوي حاجة وأشتي أرجع لا بلادي لا عدن وأسوي المشروع هذا. رسالتي لعدة جهات. الجهة الأولى اللي هي الحكومة. يا حكومة أتبنوا الشباب، الشباب ضايعين، الشباب جدا ضايعين، في مبدعين شباب كثير، في منهم اتجهوا لطرق خاطئة لأنه ما فيش أحد يتبناهم، عنده يعني طاقات كبيرة اشتي يفرغها في أرض الواقع، في خدمة وطنه، في خدمة ناسه، في خدمة مجتمعه، لكن للأسف يلاقي تصدي، يلاقي اعتراض، يلاقي مضايقات، فاتجه إلى اتجاهات ثانية، يعني جماعات متطرفة غيرها وغيرها، يخرج طاقاته، يلاقي ناس يتبنوه، جماعات المتطرفة تتبنيه، تأخده، تعطيه، تعمل له غسيل مخ، أنت وأنت وأنت. فبدل ما الشباب هادونا تضيعوهم في جهات متطرفة، خذوهم، استفيدوا منهم، خلوهم يسووا حاجة للمجتمع، صدقونا هم شباب تغيير أي مجتمع، هم اللي بيغيروا المجتمع. هكذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل وإلى اللقاء.